على الفلاح حي على الفلاح
تسمية التكبير الأول هو أذان الإمام مالك. الله أكبر الله أكبر، يعني كبر الوظيفة الأول، ويؤدي الشهادتين يقولهما بصوت منخفض ويردهما بصوت مرتفع. الرد الكثير جدا من المالكية يترك التكبير، الله أكبر أكبر، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله ويترك كده. هو مفيش رواية سنة، ولازم الإنسان يأسن على أحد الروايات. لما كده بيأسن هو الفهلوة كده يعني، تبتدي ما ينفعش طبعا. مفيش رواية كده يترجع وتاخد التكبير مرتين، يتربع التكبير وتترك التكبير. الثانية تسمية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة. خلي بالك يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني كده إيه؟ لسان التكبير
التكبير الاول والتكبير الثاني. وبعد كده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، حي على الفلاح، اقام الصلاه، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. ودي وقت اخذ منها كمان ما لم تكن معروفا. احداث الكلمه، احداث الجمله مع الاسم، احداث الجمله. في الحديث من ثم تقول اذا اقمنا من الله الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. الكيفيه الثالثه كيفيه الامام مالك، هي قد قام الصلاه مره واحده فيها الله اكبر الله اكبر، وكل مفرد تعالى الله اكبر الله اكبر الايه، اللي هي كيفيه الامام مالك اللي اخذ بها الامام مالك الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قام الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. اسمها كثير من الامام مالك. يعني هي تنقص عن الاولى قد قامت الصلاه. يعني هنا عندنا الفاظ الاذان كام؟ 10. 10. وعند غيرنا 11. بالنسبه لمالك 10 جمل. عند الامام مالك 10 جمل. وعند غيرنا 11. يزيد قد قام الصلاة ولا الأذان. فيعني هو لو واحد قد قام الصلاة بأي كيفية من هذه الكيفيات صح. يعني اللي قيمها زي الأذان صح. واللي قيمها مفردا ما عدا الله أكبر الله أكبر قد قام الصلاة صح. واللي قيمها مفردا ما عدا الله أكبر الله أكبر في الأول وفي الآخر صح. كل الكيفيات يمسك الرسمة يقول لك عشان ثواب الأذان
المسألة دعوة، دعوة إلى الصلاة. فممكن الواحد يشوف أناس ينزل الناس حتى الصلاة، واحد يشوف ينزل الناس إلى الصلاة، إلى مكانش إلى الصلاة يقول له إيه؟ أبن زيد أبلغه بلاد، يعني خير بجوابه ولا أبلغه بلاد. الصحابة اختلفوا، كان في جمع عزيز يعني اخترع وسيلة لجمع الصلاة، كيف نجمع الصلاة؟ بعضهم قال نتخذ قرنا مثل قرن اليهود، حاجة نطلب فيها منهم نصلي. وبعد ذلك قال نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، يريد الدرس كبير. حدث عارف طبعا كيف تدخل الصلاة، وقت صلاة الإنسان تطلب الصلاة إمتى؟ زمان الشيخ لما قالوا له عايزين تدخلوا أذان معهد الموسيقى يا رجل، نطول الأذان معهد الموسيقى، أي ألفاظ شوية يعني غير كده، فقال لك يعني عايزين تطولوا كل وقت يعني في أحلى من الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني إيه رأيك لما تقول لي يعني هتقول يا حبايب ربنا تعالى صل على النبي؟ يستهزئ بيهم. يعني هذا وحي من الله. كيف نطور السلام؟ كيف نطور؟ كيف نطور الوحي؟ نغني مثلا لعبة ودية الأذان عشان الناس تيجي مصر ولا إيه؟ سبحان الله. كان عايزين يلحن القران تشتغلوا معه بالموسيقى ويقرا والموسيقى شغاله معاه زي الاغاني. فنزلت له اسبوع على الاقرار وحسن فكر نفسه يعني ايه عشان يمشي مع التطور يعني. معلش المسلم ده ملتزم بالصراط المستقيم وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولذلك يعني تلاقي البلاد في بلاد مثلا اذهب الامام مالك تجد ايه؟ يؤذنون اذان الامام مالك. جماعه مثلا من الشافعيه في مصر مثلا يؤذنون في الروايه التي اختارها الامام الشافعي تربيع التكبير بدون تبجيع شهادتين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يخش على الشهادتين مرتين مرتين ويسلم ايه؟ الحي على دين حي على الصلاح يا الصلاح يا الصلاح يا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هو طبعا الايات المعرفه الروايات الوارده حتى لا ينكر احد على اختلاف التنوع مش اختلاف التضارب.
خطأ وصواب لا اختلاف تنوع يعني هذه الرواية يعبر بها هذه الرواية يعبر بها هذه الرواية يعبر بها وكذا عملنا لكل رواية على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن
تغسلهم من الإقامة. الإمام الشافعي معه جماعة في المكان. يعني بعد ما ينتهي المقيم يقول لا إله إلا الله، يبدأ الناس في القيام إلى الدخول في السلام. ونقل القاضي عياض عن الإمام مالك رحمه الله وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوم إذا أخذ المؤذن في الإقامة، يعني عند بدايته. نقل هذا عن الإمام مالك رضي الله عنه وعامة العلماء بمعنى إن ساعة المؤذن يقول الله أكبر في القيام. شوف هنا رأي الإمام الشافعي آخر الليل آخر الإقامة يعني بعد هذا. وعند الإمام مالك والجماعة ما يقوم به عند أول الإقامة، يعني يبدأ في الإقامة والله أكبر يبدأ الناس في القيام. وكان أنس الصحابة رضي الله عنهم يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. لماذا؟ فعل صحابة كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وقال الإمام أبو حنيفة والكوفيون يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة. قال المؤذن حي على الصلاة يقومون في الصف. فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. طبعا جمهور العلماء كانوا طبعا المؤذن أن الإمام لا يكبر حتى يفرغ المقيم من إقامة الصلاة. وقال جمهور العلماء في سلف الخلف لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. جمهور العلماء غير حنفي. يبقى إذا فالأمر إيه؟ واسع. يعني من قام في أول الإقامة قال بذلك الإمام الشافعي، ومن قام في وسط الإقامة قال بذلك الإمام مالك وجماعة، ومن قام عند قد قامت الصلاة هذا قال به الإمام أحمد سيدنا أنس كما يفعل ذلك. والإمام أبو حنيفة عند حي على الصلاة. يبقى إذن في الأول وفي الآخر وفي الوسط عند حي على الصلاة أو قد قام الصلاة. يبقى إذن الأمر واسع. ولذلك في رسالة تنزيل الجواني في شرح فقه الإمام مالك قال والأمر عند القيام واسع، وهو يختلف باختلاف أحوال الناس من قوة وضعف وصحة ومرض وصغر وكبر. فتجد مثلا المريض أو الضعيف يكون بعد انتهاء إقامة الصلاة، ده طبعا موافق برضه لايه؟ لما قاله العلماء. وبعض الناس يقوم في منتصف الاقامه موافق لما قاله العلماء. والشباب مثلا الاقوياء يقومون في اول الاقامه نظرا للامام يقول الله اكبر تجد ايه؟ تجد يقومون في ايه؟ في الصف. عشان يلحق الصف الاول مثلا، يعني ايه؟ من باب التسابق للخير.
السبب الخير. يبقى إذا لا يملك أحد في هذه المسألة أن ينكر على أحد. واحد مثلا لم يقم إلا بعد أن هذا قام، يقول له هذا خلاف السنة، كيف؟ لا، أنت كلامك أنت خلاف السنة، لم تجد من غير علم، أنت اللي كلامك خلاف السنة. وأحيانا يعترض على أن يقوم عند أخذ المؤذن في الإقامة، ساعة المؤذن يقول الله أكبر الناس يقول لك إيه؟ هذا خلاف السنة. فالعلماء قالوا بكل كيفية، يعني من قام عند قول المؤذن الله أكبر أول مرة وقام قام في المنتصف عند حي على الصلاة أو قد قام صلاة صح، لو قام بعد انتهاء الإقامة هذا أيضا صح. الذي يختلف باختلاف أحوال الناس من كبر وصغر وقوة وضعف وصحة ومرض. فأحيانا واحد جسمه سخين يعني ياخذ في القيام مقدار الإقامة كله على ما يبدأ إيه؟ ينتصر. هو حكم يكون على حسب إيه؟ ما يستطيع. يلاحظ السؤال الثاني يتعلق بالأذان، يقول لاحظ أن أكثر المؤذنين يضعون أصابعهم على أذانهم أو في أذانهم أثناء الأذان، فهل هذا سنة؟ طبعا سنة. جاء في مخرج ابن قدامة وشرحه أن المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه، يحط السبعين السبعين في الأذنين، وعليه العمل عند أهل العلم وهو مستحب. قال ابن زيد لما روى أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في الأذنين، متفق عليه حديث سيدنا بلال أذن إيه وهو يضع إصبعيه. وعن سعد بن مؤذن رسول الله قال له سعد القرص، سعد القرص مش القرص الا سعد القرص بالظبط، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه، قال انه ارفع لصوته، يعني وضع الاصبعين في الاذنين يساعد على علو ايه؟ على علو الصوت. وروى ابو طالب عن احمد قال انه قال احب الي ان يجعل يديه على اذنيه لحديث أبي محزورة وضمن أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه، دي كيفية أخرى، يعني أصابعه الأربع توضعها كيفية كيفية يضع الأربع أصابع على إيه؟ على أذنيه، دي رواية أبي محزورة. وحكى أبو حفص عن ابن بطة قال سألت أبا القاسم الخطي عن صفة ذلك فأرانيه من يديه جميعا فضم أصابعه على راحتيه ووضعهما على أذنيه.
دي صفة تانية. Thank you.
هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت تتباعد من النساء؟ السؤال مهم. فالعلماء يقولون يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تؤذنه للنساء فلا مانع منه بحيث لا يسمعه رجل أجنبي، أو أذان لنفسه كما جاء في النووي في كتاب الحديث أنه لا خلاف في أنه لا أذان ولا إقامة ولا إقامة على المرأة، لكن هل يسن لها ذلك أن تؤذن أو تقيم؟ قال الإمام أحمد: إن فعلنا فلا تأذن. يعني إذا أذنت المرأة بحيث لا يسمعها رجل أذنت لنفسها أو لنساء نفسها أو أقامت لنفسها أو لنساء نفسها فلا بأس. كما إن لم يفعلنا فجائز. إلا يؤذن ولا يؤذن فجائز. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم. يعني المسجد. كانت تؤذن وتقيم يعني إقامة للسنة على شتى المستويات في الأذان والإقامة. كما رواه البيهقي. الجزء الأول من أحسن الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأم ورقة صحابية من الصحابيات جعل لها مؤذنا وأباح لها أن تؤم أهل بيته. أباح لها أن تؤم أهل بيته يعني من النساء بالسن. أباح لها أن تؤم أهل بيته وجعل لها مؤسسة يعني يقول ايه؟ يروح يؤسس منها ويرجع للنفس. عشان طبعا الشعور طبعا الرجل لا يصلي خلف ايه؟ المرأة. لا يصلي. فالمرأة لو صلت بالنساء في البيت عند الأئمة الثلاثة غير الإمام مالك الصلاة ايه؟ صحيحة وتقف في وسطهن. يقفن عن يمينها وعن يسارها والصلاة صحيحة. المرأة تؤم أهل بيتها من النساء، لكن لو في صبيان يزيد يعني 10 سنين أو 12 سنة يبقى يكلم الصبي يعني يحفظ القرآن ويحسن الصلاة والطهارة يصلي بأهل الصبي. يصح ان يصلي بأهله. يعني رأي غير الإمام مالك. يعني كثير من البيوت لا تقام فيها الجماعة. يعني المفروض الإنسان يفتح البيت. إما أن يسمح لهن بالذهاب إلى المسجد للصلاة بالجماعة إذا كان هناك مكان مختص للنساء في كل وقت يبقى يجوز أن يأذن لهن ويجوز أن يعلمهن صلاة الجماعة في البيت بحيث يخلي مثلا الزوجة تصلي لبناتها أو يخلي واحد من الصبيان المميزين 10 سنين فما فوق يصلي ايه؟ بهم. تكون الصلاة معنا صحيحة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كثير جدا من الناس يعتقد ان المرأة لا تؤم لا رجال ولا نساء، فهي ما تؤمش الرجال لكن تؤم النساء. أو أن الصبي لا يؤم الكبار، لا وارد في السنة الصحيحة في البخاري ومسلم عام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بقوة
صلاة الجماعة الاكتفاء بالأذان المسجل على شريط أو المذاع بأجهزة الإذاعة أن لابد من قيام أحد رب الأذان؟ فالجواب لا يكتفى بالأذان المسجل أو المذاع في الإذاعة يعني الإذاعة مسجلة، فإن المسلمين مطالبون به كما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أقرأكما، يعني خطر اثنين من الأصحاب من الوفود الذين يعني أعلنوا الإسلام وتفقهوا في الدين وأرادوا أن يرجعوا إلى قومهم، تعلموا إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم رحمة وليأمكما أقرأكما، يعني الأقرأ لأنهم استويا في الفقه، يقال الأقرأ للقرآن يعني الأحفظ والأتقن والأحسن صوتا إذا استوى، لكن الروح قرأ فقط وصوته حسن ولكن جاهل بالفقه، وهناك فقيه يقدم الفقيه على القرآن، إذا استوى فقه وقراءة يقدم القارئ، خلي بالك لأن القرآن وحده لا يرفع كفه، واحد حافظ القرآن لكن ما يعرفش يستند، ما يعرفش يستند، ما يعرفش يرفع السلام لو حصل فيها خلل، يبقى كيف يسلم الناس؟ يفسد عليه الصلاة؟ ما نفرح بالقراءة بعدين الصلاة بدأت؟ والأذان سنة مؤكدة كما قال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من فروض الكفاية، يعني إذا قام به بعض أهل البلد سقط عن البلد، بل وهو قول أكثر أصحاب أحمد بن حنبل وقول بعض أصحاب مالك، ويدل على فضل هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما سبق، وهو فليؤذن أحدكم، ومداومته صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه عليه على الأذان، والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن أحدكم هذا فرض يدل على الوجوب، بس وجوب الكفاية، يعني إذا أذن واحد يكفي يسكت يسكت الفرض على مين؟ عن البني. والمداومة عليه مع الأمر به تدل على إيه؟ على الوجوب. معنى فرضيا يعني انه اذا صلوا بغير اذان اثموا جميعا، اثموا جميعا، لكن على قول السنيه يبقى لا يأثم، يبقى ضاع عليه ثواب الاذان، لكن هنا في القول الفرضيه والوجود يأثمون جميعا، لابد ان يأثم. بل ولأنه شعار الإسلام، والأذان فيه تعظيم لشعار الإسلام، بل ومن أوجبه من الحنابلة أوجبه على أهل مصر، على أهل البلد،
بحيث لو أسأل واحد من أهل البلد سقط الوجوب عن الباقي. وقال الإمام مالك: يجب في مسائل الجماعة، يجب في مسائل الجماعة ولو تراصم في المساجد. يعني يجب في كل مسجد أذان ولو تراصم في المساجد. ويكفي في مصر أذان واحد إذا كان يسمعهم، إذا كان يسمعهم. طبعا مفيش بلد واحد يقدر إيه يسمعهم. وبهذا يعلم أن الأذان إما واجب على رأي بعض العلماء أو سنة بالنسبة للفرد والجماعة، ويكره تركه على القول السني، ويأذن تركه بالنسبة للقول الفردي. ولكن لا بد أن يكون من المسلمين، ولا يكفي إذاعة تسجيل. يعني حكاية الأذان الواحد دي خطأ. هما يعني كانوا العلم فيها لكنها اخترعوها اللي هو يعني سوء الأصوات. يعني هناك بعض الأصوات لا تسمع. هذا من مسؤولية الإمام. كل إمام مسجد لا يأذن لأحد بالأذان إلا إذا كان حسن الصوت أو مقبول الصوت. هو اللي يقول إيه؟ فلان مكذب، فلان صوته أجش وخشن، يبقى لا داعي إليه لأن يؤذن. هو الذي يأمر به وهو الذي ينهى عنه. يعني إيه مسؤولية؟ لكن الآن يعني جرب حوالي 500 مسجد أو أكثر في القاهرة بالأذان الواحد، مش منضبطة أبدا لأنها مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الأزهر كان أحيانا يجي الأذان من النص، حي على الصلاة حي عليك. طب وفين الرب؟ أحيانا ينتقد أبانا على الأذان. يعني تسمع ام كلثوم والاذان، تسمع عبد الحليم حافظ والاذان، ينفع؟ لان الزلزالات طبعا تلتقط من ايه؟ الهواء. اي صوت مرسل لكن اي جهاز مشكله. او ممكن يسيع نصف الاذان نصف الثاني ينقطع الانسان. هذا صحيح. يعني اوعى تخلي واحد خليك هنا اذا قطع الاذان المكان اللي انت اصلا او هذا الاول يعني مشروع فاشل جدا. على كده تكلف على الحكومه ملايين انه خطر شرعي. وأكثر العلماء يعني أفتوهم بعدم جواز، بعدم جواز الأذان الموحد، لكنهم أصروا على فتاوى بعض الآراء الشاذة بأنه جائز، أنه يكون فرض كفاية ويكفي إذا واحد في البلد وكذا. ليس هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، لأن بعد شوية يقولوا إيه؟ تكفي خطبة الجمعة في البلد الواحد تذاع حدث. هي مرحلة مرحلة. وبعد شوية يقول إيه؟ طب أصلي ورا الراجل في التلفزيون وبلاش إمام. حط الراجل في الكتبة أو في التلفزيون وصلي ورا الراجل. يبقى وشك للإمام
كل شيء يبان كل شيء مقيم يصير مع بعض إذا صار حساسية حساسية كل سنة بيجينا عاد وش عليه الله سل عليهم واحد يقول يوجد بجوار المسجد مسجد صغير وهناك مسجد اخر كبير يبعد عنه المسافه نصف كيلومتر زياده فاي مسجدين يفضل المصلي هل يصلي في المسجد الذي بجوار البيت او البلد قال العلماء لا شك ان الارض كلها مسجد فإنما أتركك الصلاة فصلي كما قال عليه الصلاة والسلام. وجعلت هي الأرض مسجدا وطنا فأيما رجل من أمتي أتركت الصلاة فلم تصلي صلى الله عليه وسلم. وذلك من خصوصيات الأمة الإسلامية لأن الأمم السابقة كانت تصلي في البقعة المحددة لها. وصلاته مع الرجلين
يعني المسجد المستحيل للمصلين افضل من المسجد غير المستحيل. وكذلك يزيد المسجد البعيد في الثواب عن المسجد القريب. وذلك ان خطوات المسجد خطوات المسلم من بيته الى المسجد لها ثواب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايه الامام مسلم: ألا أدلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسلام الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد. وإسلام الوضوء فهو انتظار الصلاة بعدها، وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلك وكثرة الخطى سبب لمحو الذنوب والآثام. ولا شك أن الذي يمشي مثلا 500 خطوة أفضل من الذي يمشي 10 خطوات أو 20 خطوة. ليه؟ لأن كل خطوة فيها 3 فوائد. خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وتكتب حسنة في كل خطوة. ترفع درجة ترفعك درجة عند الله وتكتب لك حسنة الحسنة 10 سنة وتحط عنك حسنة. كان حسنة التجارة أنت لما تمشي بالمسجد قريب أحسن ولا بعيد؟ خاصة إذا كان المسجد البعيد أكثر جماعة. يقول لك يعني اجتمع إليها إيه؟ الفضيلة. وحديث رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت قوة إحداها تحط خطيئا والأخرى ترفع درجات. طبعا كتابة الحسنة وردت في روايات بين الإمام مسلم. وحديث ابن رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد يعني النبوي، يعني الناس الذين حول المسجد يعني مشوا. فبيجي في فضاء حوالين المسجد النبوي. فأراد له سلمة قبيلة من قبائل المدينين أن ينتقلوا إلى قرب المسجد النبوي. حول المسجد. فقال له صلى الله عليه وسلم: بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد. تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قد اردنا ذلك عشان الجوار رسول الله. قال: بني سلم، يعني يا بني سلم، ديارهم تكتب آثارهم. ديارهم تكتب آثارهم، أي الزموا ديارهم تكتب آثارهم. يعني خليكم في البعيد علشان إيه؟ المشي آثار. فالملك يكتب له هذه الخطوات. الخطوات رفع درجات، كتابة حسنات، وحط بإيه؟ خطيئات. فقالوا: ما يسرنا أننا كنا تحولنا. يعني بعد الإشارة دي ما كناش هنفرح لو قلنا إيه؟ نقلنا البيوت إلى حول إيه؟ المسجد. وحديث طبعا البخاري ومسلم
ولكن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعده إليها ممشا فأبعده. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي سنة. حديث البخاري. فكلما كان المسجد بعيدا كلما إيه؟ كان الثواب أعظم. لكن الإنسان لا ينتقل من المسجد القريب إلى البعيد إلا إذا علم أن المسجد القريب معمر، أما إذا كان خيبا أو مغلقا ما يصحش طبعا في المسجد في الدول الأخرى لأذان وإقامة ولا صلاة فيه وليه لا يروح المسجد البعيد. لا، هنا يجب فتح المسجد والأذان وإقامة الشعائر في المسجد القريب عشان ياخد ثواب ايه؟ تعميل المسجد وإقامة سنة الأذان وإقامة سنة الجماعة في المسجد. إنما يعمل مسائل واحد يعمل الآخر وإقامة سنة الأذان، لكن المسجد القريب عمان يجوز أن يلتقي تراه، ده مقام المراقبة.
فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يرى سبحانه وتعالى. أو الأول المشاهدة والثاني المراقبة. ولذلك يقول والله ومن بعدها يأتي النداء مقدسا. النداء الأقدس هذا النداء الإلهي، ولكن هذا إيه؟ ليس سماعا للمكالمة الإلهية طبعا، وإنما هذا ما يعبر عنه العلماء ما يقال بلسان الحال وليس بلسان المقال. هذا لسان الحال وليس لسان المقال. ومن بعدها يأتي النداء مقدسا هلموا إلى كشف الحجاب الوذري. يعني هو يتخيل أن الله تعالى يأمر ملائكته بكشف الحجاب لرؤية المحب لمحبوبه. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال: أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها مرور الأولياء تسارعون. يعني دائما طبعا ايه؟ قلوب الأولياء دائما تتعلق برؤية المولى تبارك وتعالى. ولكن يعني في الآخرة وليس في الدنيا. حتى تكون الحقيقة موافقة للعقيدة والشريعة.